طانوا العروض ظهروا الاوباش واشترك ما بتعرف نغاش الجين شافون عاقل له داش ابي اشرب الخير ابي اشرب الخير يا مشترك ابشر والله والله فخورين بانه زوج يعني والله فخورين بها شديد والله والله نظف اخونا بيت تحيه لك يا اخونا عرفت نحن تكلمنا لبس تكلمنا عن الكدمون ليه كاتب لكم كلمات الغوات المشتركه كتبنا ذا الكلام اللي تكلمنا عنه لبس الكدمون لبس الكدمون هيبه وغار ما كدمون الشرار يعني الكدمون بيلبسوه اولاد القبائل ازيكم انتوا وظاهر فيكم بهيبته وغاره يعني الكدمون انقسم على نصين انقسم على الاشراف اللي بيحبوا الوطن وابناء الوطن وابطال الوطن تحيه ليكم يا مشتركه تحيه ليكم تحيه ليك والله تحيه ليك والله عزبك والله اختنا والله عزبك انا احنا والله انا يعني بجد ما قادرين نوصف لك مدى سعادتنا اليوم ده وانت زي ما ذكرت انا قلت انت توجيه المعنوي للمؤسسات دي يعني للجيش والقوى المشتركه انت التوجيه المعنوي بتاعك فانا والله يعني التعبير ذاته خان في لحظه دي لما سمينا الكلام ده فشكرا لك كثير وانت ما محتاجه شكر لانه انت المراه السودانيه والكل كل سوداني الليله واقف مع المؤسسه ده فخور بحاجه اسمها ندى القنا ونحن ان شاء الله ندى القنا شكرنا بعد المعركه بعد المعركه اللي بتنتهي بعد ذاك بتعرف انه نشكرك قدر والله انا يزيدني شرف انا يزيدني شرف لما يفخروا بي اولاد الوطن واولاد اهلي واولاد بلدي انا ما عايز المفخره من اي زول غير اولاد الوطن فقط بس دي عزه لي انا دي عزه المفخره المراه مفخره لما يفتخروا بها وليانا وانتوا افتخرتوا بي وربنا يديكم العافيه وده يزيدني شرف ما في حاجه بعد كده بس طلبوا من ربنا ربنا يقويكم ونحن ابناء الوطن كلنا شمالي دارفوري من الشرق من الوسط كلنا اولاد الوطن دي الحته اللي احنا عايزينها دي المحبه الصادقه عشان الناس تعرف انه دايما الناس داخله في نصنا عشان يتقلوا قلوبنا نحن بنحب بعض نحن بنغدر بعض نحن بنحترم بعض وكل سودانيه بتفخر بيكم وبتفخر بيها وبتتباهى بيكم في اي مكان ونحن كلنا نتباهى بيكم وباي رجل شريف وقف ودافع عن الوطن انا ده حقي عليكم انتوا ده حقي عليكم اني اجيب خلفكم ادعمكم بصوتي وربنا ينصركم وان شاء الله حيجي يوم حنتلم في عرس السودان الكبير والعالم كله يعرف يعني شنو شمال ويعني شنو شرق ويعني شنو غريب تحيه ليكم يا اخي وربنا يقويكم وربنا ينصركم ودبلوا له دبلوا له والله دبلوا له التحيه لكم كلكم تحيه ليك يا اخي ومشتركه فوق دائما والحمد لله الحمد لله يعني بقول لكم انتبه قدامك وطن شايل الاحمال التقال راجي منك مسك الرسن وما تجو وما تحوجو زل السؤال الشرق دراج المحن البحر والقاش والجبال المواني الشايل الوطن والمهاب الكايس الرجال البطانه سهول اكتسن بالسماح الفوق الخيال والمطامير اللي اتملت واكتفت صومعت غلال في الغرب أصوات الكرن والغناوي العامرة بالفال ساطحة بالأحلام والشجن والبنية الشوقة مرحال يا سلام اجتمع الزمن واكتمل إحساس الوصال في كتم الرهد أبو دكنة والبحير وعروس الرمال الجنوب الغيم الهتن في ربع قيسان الجمال الكلش عالي ومجرا حتى جدع النار احتفال يا ربع سنار الوطن هيبة التاريخ والجلال ضفتين الأزرق رهن والشواهد تحكي أبطال الجزيرة الروح للبدن واصطباح اللقمة الحلال والنفوس رايات العلن بالكفاح الطاف المجال في كنان الغنيات حلن وانطرف في الدنر غزال والنفوس الصافت لبن زي صفاء العزب السلال نينا في المقرن اكترن وبالمحبة توجه شمال والبلابي الغنن شدن للقطار في بلد النضال لفداه الأرواح تمن شان تعمر بكرة أجيال ويا هدى السودان الوطن وتاني ما في كلام بيتقال التحية ليكم ودعم كامل لغواتنا المسلحة عايزين لنا كلمة لأخواننا من الغوات المشتركة ادينا لهم كلمة يا ست البنات والله يا اخواننا صراحة المشتركة دي كملت الشفوز والله جد
ده شغل مختلف حقيقة. الناس ده الوضع فجأة كده، المقدم شوالات الفدعي جامد ده لنجي إبراهيم حسين كمان ذات البروج، ايش نعم يشوفون ذا الشغل؟ ده شغل مختلف حقيقة يعني، والله مشتركة يا جن. لكم التحية العزة بيبي. التحية والله اخواننا دير يا حسن. التحية لكم اول حاجة كلكم، وبتتذكروا اللايف اللي انا المشترك ده صوته كده بيجي بيفتح المايك يوم شبكته كامل. اول حاجة انا دايركم تسمعوا الحاجة دي، تسمعوا الحاجة دي، دي مني لكم، دي حاجة خاصة، دي حاجة ما بتلقوها في اي مكان تاني. اول حاجة والله يا اخي انا في يوم من الايام قلت لكم الكلام ده بفتخر بكم كثير جدا جدا، والقصائد اللي بتتقال فيكم كثيرة جدا جدا، لكن انا بقول لكم بصوت الجنجبيد وبصوت العربان اللي بيدعوا عرب الشتات، ابشري يا زينة خليكي فرحانة ما تكوني حزينة، هزت الدار ثبات علينا بنحرر أردنا لو نحرك في كمينة، شهداء الجنة مقابلنا ونعيش عزاز مرفوع عروسينا، أنحنا يا الميرم في الفاشر لو عبنا ممنوع تجاملينا، ولو انتصرنا نشكر عقلينا، نحن وما بيبغينا الناس تجنينا، نحن مشتركة ما بنغير الناس تجنينا وما بنسرق السرقة عيب لنا، والحاول برازينا بنعرف نكيده وكيف نملعينا، مشتركة دائرة السلام مدينة يا دينا، والدائرة النخوش أراضينا، لو اجتمعت كل عرب الشتات ما بتستطيع تفرض قرارها علينا، حقيقة يا الميرم شباب الفاشل بيهم اعتزينا، نصرهم هناك رفع روسينا وبالنسبة لنا أرينا ما تقولي فزينا، ومن جدي تزعل لم تنوم عينينا، ولكن المكتوب بيد الله وليس بيدينا. اول حاجه والله يا اخي التحيه للمشتركه التي لبت نداء هذا الوطن، والله وتحيه لكم بامتداد هذا الوطن الجميل، تحيه لكم من جنوب دارفور نيالا، وتجي بشرق دارفور الدعيم معقل ومركز الجنجويد، تجي بوسط دارفور زالينجي، تجي بجنوب او تجي عندك شمال دارفور الفاشل، معقل هؤلاء المشتركه الرجال والابطال الذين لبوا نداء هذا الوطن. التحيه للرجل الخالص، انا اديكم تحيه خاصه للرجل الخالص مصطفى تبور، التحيه لكرجكولا، التحيه لعبد، لا التحيه لمني اركم الناوي، ولا تحيه الذي باع القوات المشتركه اللي هو عبد الواحد محمد نور. انا بقول لكم هنا وبوصل لكم الرساله دي من الان، نحن كرجال ما في راجل بيقولوا له حكامه، لكن انا حكامه المشتركه، الداير داير من الله بتاع ما في راجل بيقول له حكامه، لكن انا حكامه المشتركه، الداير داير والما داير اسمع كلامي خليه يدق راسه في الحيطه، مش ما في راجل اسمه حكامه من يوم الليل انا بقول لك الكلام ده. من عقب الرجال اصلا مصابي وجيش الشرطه بالنيسه حرق العنابي، قبال السلام طالب جوابا شافي مخيب رجال مثل البرق باللافي، سلام طنبور، سلام طنبور رمز السيادة عموم، سلام وتحزم الفرقة وغضب مسموم، ما دام البلد هملت حكمها البوم، نشيل الفاتحة في الأراجوز نقول مرحوم، يا ناظر الهناي شيلك مهي الألفة، واللكل الجراد دفق الصقيع ما بخلفة، الربط العواصم بينات، العمد الوجه بقت الدعامة هرشو، وما هم البلد بس همه تبلع كرشو، قول للهمر العربان وذو الدرشو كان رب نزل في العرسو، الذهب طلع شالو كتر في ديرنا، ماسكين القرون نحن اللب اللي غيرنا، ما دام يا بلد نهبوك وقلنا له خيرنا بيفنق الجسس فيك وبشيء غيرنا، القحاطة كذب، القحاطة كذب ليهم ضمير ما بشفى، يوم ضاقت خلاص ضاعوا نقيرة كارين وجيها من تحت من كشفة لا جاب الظلط لا نور، يا بيبي تعال فوق يا بيبي اليوم القبيل نسام دعاش ونهبة، نحن مشتركة ويمروب الزمن كان غبة، ذهبا بدوق ما بنلقى منه الحبة نوقف جانو كالمشتركة المحرب عبة، خط الكنغو في الغابة وقد النيشان بنعرف جورو كان فينا المقدم جنوب او تجي عندك شمال دارفور الفاشل، معقل هؤلاء المشتركه الرجال والابطال الذين لقوا نداء هذا الوطن. التحيه للرجل الخالص، انا اديكم تحيه خاصه للرجل الخالص مصطفى تبور، التحيه لكرجكولا، التحيه لعبد، لا التحيه لمني اركم الناوي، ولا تحيه الذي باع القوات المشتركه اللي هو عبد الواحد محمد نور. انا بقول لكم هنا وبوصل لكم الرساله دي من الان، نحن كرجال ما في راجل بيقولوا له حكامه، لكن انا حكامه المشتركه، الداير داير من الله بتاع ما في راجل بيقولوا له حكامه، لكن انا حكامه المشتركه، الداير داير والما داير اسمع كلامي خليه يدق راسه في الحيطه، مش ما في راجل اسمه حكامه من يوم الليل انا بقول لك الكلام ده. من عقب الرجال اصلا من المصابي وجيش الشرطه بالنيسه حرق العنابي، قبال السلام طالب جوابا شافي مخيب رجال مثل البرق باللافي، سلام طنبور، سلام طنبور رمز السيادة عموم، سلام وتحزم الفرقة وغضب مسموم، ما دام البلد هملت حكمها البوم، نشيل الفاتحة في الأراجوز نقول مرحوم، يا ناظر الهناي شيلك مهي الألفة،
ولك الجراد دفق الصقيع ما بخلفه الربط العواصم بينك العمد الوجه بقت الدعامة هرشو وما هم البلد بس هم تبلع كرشو قول للهمر العربان وزود درشو كذرب نزل في العرسو الدهب طلع شالو كتر في ديرنا ماسكين القرون نحن اللبن اللي غيرنا ما دام يا بلد نهبوك وقلنا لو خيرنا بيفنج الجسس فيك وبشيء غيرنا القحات كذب القحات كذب ليهم ضمير ما بشفى يوم ضاقت خلاص ضاع نجيل فارين وجيه من تحت من كشف لا جاب الظلط لا نور يا بيبي تعال فوق يا بيبي اليوم القبيح نسام دعاش الهبة نحن مشتركة ويمروب الزمن كان غبة ذهبا بدوق ما بنلقى منه الحبة نوقف جانو كالمشترك المحرب عبة خط القنضة في الغابة وقد النيشان بنعرف جورو كان فينا المغدى